يا مرحبا أصدقائي، ستسمعون اليوم قصصا جديدة من نوادر العربي وحكاياتهم. القصة الأولى: جمال النساء. قال رجل لامرأة: لماذا خلقت النساء في غاية الجمال وفي غاية الغباء؟ فقالت المرأة: في غاية الجمال من أجل أن تحبونهن، وفي غاية الغباء من أجل أن يحببنكم. القصة التالية: شهية ضعيفة. قال المريض: شهيتي للأكل ضعيفة يا دكتور. فسأله الطبيب: متى تشعر بذلك؟ قال المريض: بعد الأكل مباشرة. الحكاية الثالثة: رمضان وأشعب. كان أشعب أشد الناس طمعا، فدخل على أحد الولاة في أول يوم من رمضان يطلب الإفطار، وجاءت المائدة وعليها جدي، فأمعن فيه أشعب حتى ضاق الوالي وأراد الانتقام من ذلك الطامع الشره، فقال له: اسمع يا أشعب، إن أهل السجن سألوني أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان، فأمضي إليهم وصلي بهم واغنم الثواب في هذا الشهر. فقال أشعب: وقد فطن إلى غرض الوالي من أيها الوالي، لو عفيتني من هذا نظير أن أحلف لك بالطلاق والعتاق، إني لا أكل لحم الجدي ما عشت أبدا. فضحك الوالي. الحكاية الرابعة: صيام الحمقى أسهل. دخل أحد الحمقى على أحد الخلفاء في إحدى الليالي الرمضانية وهو يأكل، فدعاه الخليفة ليأكل، فقال: إني صائم يا أمير المؤمنين. فسأله: هل تصلي النهار بالليل؟ فأجابه: لا، ولكني وجدت صيام الليل أسهل من صيام النهار، وحلاوة الطعام في النهار أفضل من حلاوته في الليل. القصة الخامسة: يوم القيامة. روى صاحب طبقات الحنابلة أن عبد الغني المقدسي المحدث الشهير كان مسجونا في بيت المقدس في فلسطين، فقام من الليل صادقا مع الله مخلصا، فأخذ يصلي ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى، فأخذ يبكي حتى الصباح. فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص، ذهبوا إلى السجان وقالوا: أطلقنا فإنا قد أسلمنا ودخلنا في دين هذا الرجل. قال: ولما أدعكم للإسلام؟ قالوا: ما دعانا للإسلام، ولكن بتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم القيامة. الحكاية السادسة: لا تنسى رأسك. توجه أحدهم لزيارة صديق له، وقبل دنوه من البيت لمحه مطلا من النافذة، فلما طرق الباب أخبره الخادم بأنه خرج من الصباح ولم يعد بعد، فقال الزائر: أخبره بالنيابة عني، إذا خرج مرة أخرى فلا ينسى رأسه في النافذة. القصة السابعة: حلال طيب. قالت عجوز لزوجها: أما تستحي أن تنظر إلى النساء وعندك حلال طيب؟ قال: أما حلال فنعم، وأما طيب فلا. القصة الثامنة: إعلان. نشر أحد التجار إعلانا في الصحف يطلب فيه كاتبا أمينا يمسك دفاتره بالدقة وبالضبط ويستطيع العمل 13 ساعة في كل يوم، فحضر إليه شخص يلتمس قبوله لهذه المهنة، فسأله التاجر: وهل تستطيع أن تبقى محبوسا في المخزن كل هذا الوقت؟ فأجابه الكاتب: كيف لا، وقد سجنت بتهمة الاختلاس 7 سنوات متتاليات. الحكاية التاسعة: جنازة. مشى بخيل وابنه مع جنازة، وكانت امرأة تنوح وتصرخ: إلى أين يذهبون بك؟ إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا خبز ولا ماء. فقال ابن البخيل لأبيه: هل سيذهبون به إلى بيتنا؟ الحكاية العاشرة: اختبأت خجلا منك. شعر جحا بوجود لص في داره ليلا، فقام إلى خزانة الفراش واختبأ بها، وبحث اللص عن شيء يسرقه فلم يجد،
فرأى الخزانة فقال لنرى فيها شيئا، ففتحها وإذا بالشيخ فيها، فاختلق اللص ولكنه تشجع وقال: ماذا تفعل هنا يا شيخ؟ فقال: لا تؤاخذني يا سيدي، فإني عارف بأنك لن تجد ما تسرقه، ولهذا استحييت منك واختبأت خجلا منك. الحكاية 11: ضربة حظ. فقد جحا حماره فراح يبحث عنه وهو يقول: الحمد لله الحمد لله. فسأله رجل: لماذا تحمد الله؟ فأجاب جحا: أحمد الله لأنني لم أكن فوق الحمار حينما ضاع، وإلا كنت قد ضحت معه. شكرا لاستماعكم، انتظرونا في قصص جديدة.